وجل الذي قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نشكره سبحانه وتعالى على نعمة تيسير هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك ومع هذه الوجوه الطيبة الكريمة، سائلين من الله تعالى أن يزيدنا من فضله وكرمه وجوده، بأن يجمعنا غدا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما أشكر إخواني الفضلاء الذين تكرموا علي بهذه الدعوة الكريمة ويسروا ونظموا هذا اللقاء المبارك، يتقدمه بلا شك إمام هذا المسجد الشيخ الفاضل بلال السويسي، أسأل الله تعالى أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وأن يعينه وإخوانه على القيام بحقوق بيوت الله عز وجل وبالوظائف التي نيطت بالمساجد، ومن ذلكم أن تقوم ببيان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس فقط من جانب الغزوات والسرايا كما صار مفهوما عند بعض الناس عندما تذكر له السيرة النبوية، ينحصر فكره وذهنه في السرايا والغزوات. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، ليس فقط من الجانب الجهادي، وإنما هو أيضا أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم في جوانب أخرى كثيرة، حتى إن بعض المسلمين لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة وأسوة في الجانب الأسري، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أبا، فإن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم من جهة أنه أب، وكان زوجا عليه الصلاة والسلام، فإن الاقتداء به من جهة أنه زوج عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا صلى الله عليه وسلم ذا رحم، فإن الاقتداء به من هذه الجهة كيف تعامل مع رحمه، وكان صلى الله عليه وسلم له جيران، فإن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، من ناحية الجوار، وهكذا إخواني. ولذا نستطيع إخوان أن نقول إن الذي يريد أن يأتسي ويقتدي فلينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سيجد كفايته في أسوته وقدوته. ولهذا شوفوا ربنا سبحانه قال في سورة الأحزاب التي قرأ الشيخ منها بعض الآيات، وسورة الأحزاب إخواني تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن آله وزوجاته وعن الآداب المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبزوجاته وآله وما إلى ذلك. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي قراءة أسوة حسنة، إذ من أراد أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في الجانب العسكري، في الجانب العلمي، في الجانب التربوي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب الجهادي، في أي جانب من مثل هذه الجوانب، يجد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى ما هو أكمل، وقد بين ما هو أفضل. ولهذا أحبابي في الله، ينبغي أن نعرف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رجل عظيم، أنه رجل عظيم كامل الكمال البشري، متكامل في الأسوة والاقتداء. وليس من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعله أسوة فقط في جانب دون آخر. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء
فمن زاد عليه فقد أساء وتعدى وظلم، أي نقتدي به في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم نصلي على صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. وقال لتأخذوا عني مناسككم، أي تحجوا على طريقتي، ولكن لا نتوقف عند الوضوء والصلاة وعند الحج فقط، فنقتدي به في هذه المجالات العبادية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم هو أمة بنفسه، نقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقتدي به. فأرجو من الله تعالى أن يوفق إخواننا في هذا المسجد المبارك لكي يكونوا مثالا يحتذى بهم في دعوة الناس إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشكركم أيضا أنتم أحبابي في الله على تكرمكم بالاستجابة لهذه الدعوة، حيث اقتطعتم من أوقاتكم هذا الوقت لكي تستمعوا إلى موضوع عظيم جدا. هذا الموضوع حتى تعرفوا عظمته، الله عز وجل اعتنى به في القرآن الكريم، ولكن من لا يتدبر القرآن الكريم قد يغفل عن هذا الموضوع. الموضوع سميناه من باب فقط من باب الترغيب في الاستفادة منها. النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، كأنك تراه بمخيلتك، فتغمض عينيك كما يقولون وتسبح بخيالك، تريد أن تعرف صفة نبيك صلى الله عليه وسلم. أنت إذا لم تره بعيني رأسك، فإن الصحابة الذين رأوه بعين رأسهم تكرموا علينا رضي الله عنهم، فأرونا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيون بصائرهم، حيث وصفوه لنا وصفا لا زيادة عليه، فمهما أوتينا من البلاغة والفصاحة والبيان لا نستطيع أن نزيد على وصفهم لخلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأني بهم رضي الله عنهم يقولون لمن جاء بعدهم من المسلمين: إنكم إن لم تفوزوا برؤيته بأبصاركم فإننا سنروي لكم صفته لتروه ببصائركم. وهو كذلك، وستسمعون أحبابي في الله صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، ما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ورووه لنا. ولهذا اختارهم الله عز وجل باختياره صحابة لخير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم تمرون على قوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فذكر وجهه. وتقرؤون في القرآن الكريم: ولا تخطه بيمينك، فذكر يد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اليمنى لشرفها. وقال سبحانه: الذي أنقض ظهرك، فذكر ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى، فذكر بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد أن الله عز وجل ذكر بعض أجزاء بدن وجسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف، وهي إشارة قرآنية إلى شرف الاعتناء بهذا الجانب، وقد كفاناه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أحبابي في الله، هذا الموضوع يأتي في وقت نشكو إلى الله عز وجل فراغا رهيبا في القدوات الحسنة، لأن الشباب مثلا الذين نحن نركز عليهم إذا سألناهم عن القدوات والأسوات فإنهم لا يعرفون في كثير من الأحيان إلا
هؤلاء الذين صاروا يسمون مؤخرا بالمؤثرين، ولكن تأثيرهم سلبي وليس بإيجابي، فيذكرون اللاعبين والمغنين والممثلين وغيرهم من المشهورين، ولكن في الشر والسوء. ولكن إذا سألتهم عن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء من نسبه، أذكر لي نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجد الأول فقط، واذكر لي ثلاث زوجات من زوجاته أمهات المؤمنين، واذكر لي على الأقل بنتين من بنتيه الكريمتين، واذكر لي ولدين ابنين للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نسألهم عن غزواته وعن سراياه، ولا نسألهم أحبابي في الله عن بعض التفاصيل المتعلقة بالعهد المكي أو العهد المدني، لا نسألهم إلا أسئلة بسيطة، وستجد الأجوبة المحزنة المبكية. وهذا الأمر لم يأتي من فراغ، بل خطط له من قبل شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، حيث إنهم نظروا في هذه الأمة العظيمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نظروا إلى هذه الأمة العظيمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واكتشفوا مواطن القوة فيها، ومن ذلكم أن خلفها متصل بسلفها، وأن قوتها في الاقتداء بالأسوات الحسنة يتقدمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فقطعوا الصلة، قطعوا الصلة بطريقة أو بأخرى، فحصل فراغ رهيب في القدوات والأسوات. ولهذا نحن اليوم مطالبون، أعني الدعاة إلى الله عز وجل، مطالبون وهذا واجب، أن نكثر من الدروس والخطب وما إلى ذلكم التي فيها ربط الخلف بالسلف، ربط الخلف بسلفهم الصالح، حتى نملأ هذا الفراغ الرهيب في القدوات والأسوات بأمثال نبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة الأولى، وبأمثال أصحابه كالخلفاء الراشدين وبقية العشرة وبعض المهاجرين وبعض الأنصار، ثم ننتقل إلى من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين. أحبابي في الله، هذا الموضوع يدل كما سنذكر إن شاء الله على أن أو قلت يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم سنراه ببصائرنا، وهم رأوه بأبصارهم. والشيخ لما كان يتلو القرآن الكريم وتلا قوله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وأنا كنت حضرت هذا السبب الذي أتحدث عنه الآن، فجاءتني فكرة، قلت سبحان الله، ديروا أنفسكم أنتم في مكان الصحابة وتسمعون الله يقول إنا أرسلناك، أنتم كنت تشوفوا فيه يمشي فوق الأرض، ها هو هناك أرسلناك شاهدا أم يشوفوا فيه، ومبشرا أم يشوفوا فيه، ونذيرا أم يشوفوا فيه، وداعيا إلى الله بإذن أم يشوفوا فيه سبحان الله، وسراجا منيرا. فضل الصحابة يا إخوان، هذا فضل عظيم أنك تقرأ القرآن وتعيشه. ولذلك على بالكم مصيبة الصحابة رضي الله عنهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فقط بغيابه، بغياب ذاته، كانت يا إخوان بانقطاع الوحي. سيدنا عمر أو سيدنا الصديق سيدنا عمر زار أظن أم أيمن إذا ما يش مخطئ، كي زاروها ابكات على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت والله لا أبكي على فراقه،
ولكن أبكي أن الوحي قد انقضى. فهيجته مع البكاء، فجعل أبو بكر الصديق وعمر الخطاب يبكيان كالصبيين، لأنها حركت فيهما شعورا كامنا. كان هذا الشعور كالجمرة التي يتحمل الإنسان حرها ولا يشعر بها غيره. انقطع الوحي سبحان الله، انقطع نزول القرآن. عبقش مات الوحي نزول القرآن، يعني ربي يتكلم معانا يا إخوان. الله سبحانه، الله عز وجل يتكلم معنا وإحنا رانا عايشين سبحان الله، خالق الخلق أجمعين. ربي سبحانه يتكلم معانا. لا شك أن نزول القرآن يا إخوان شيء عظيم، ولهذا ربي سبحانه أغرى النبي صلى الله عليه وسلم نهار قال له: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ما نحولكش البصر تاعك والسمع ديالك والحركة تاعك ومالك وأهلك أولادك، مع أن هذو كاع عندهم منزلة. أعظم حاجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم شنو هي؟ القرآن. قالوا كان نحبوا نحبسوا عليك القرآن. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هذه أكبر نعمة أعطاها له ربي سبحانه. لذا قالوا في أول ما قال له: اقرأ اقرأ. ولهذا إخواني الصحابة فضلهم عظيم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم وعايشوا التنزيل وفازوا بهذا الفضل، وهو أنهم كانوا يرونه ويصلون خلفه ويسمعون يعني تلاوته ويأخذون عنه ويجاهدون معه صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. لذا شوفوا سبحان الله العلماء كيعرفوا الصحابي واش قالوا. قالوا الصحابي، هذا تعريف من تعريفه، أنا ذكرته معناه تعريف فيه يعني انتقال. قالوا الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة وكان مؤمنا ومات على ذلك. قالوا من رأى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما كان فيه من رآني، ولا يزال الناس بخير ما كان فيه من رأى من رآني. تابعون، ولا يزال الناس بخير ما كان فيه من رأى من رأى من رآني. اتبعتني. وهذا كله يشبه قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: من رآني. الصحابة رضي الله عنهم اللي اختارهم ربي سبحانه عز وجل لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم بهذه الكرامة، وهي رؤية صفحة وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الفضل اللي هو رؤية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يختص به، ولكن يبقى المؤمن اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى رؤيته، وهذا التمني يدل على شدة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد فينا يا إخوان لا شك أنه يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رؤيته ممكنة، ليست رؤية اليقظة ولكن قد تكون رؤية منامية ترى فيها سيدك محمدا صلى الله عليه وسلم. شو وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا ناسا يكونون من بعد، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث أحبتي في الله رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كاي الناس من أمتي اجتمع فيهم أمران: شدة حبهم لي وتمنيهم لرؤيتي. وقال: إن من أشد أمتي لحبا ناسا يكونون من بعدي. وانتوما المقصودون بلا شك. شوفوا الثمن وش راح يقدم الإنسان مقابل رؤيتي صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. شوفوا سمعوا الثمن. قال: لو رآني بأهله وماله. ما أنت كي ناس يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا
لو كان يقول لهم تشوفوه بالصحة تدفع، وش تدفع؟ الأهل نتاعك يعني زوجتك وولادك، وزيد والمال تاعك اللي تملكه قاع، مش الدراهم، الدراهم والدار والسيارة ولا، وإذا عندك محل وإذا عندك أي حاجة كلهم تقدمهم باش تشوف وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، شوف وجهه فقط. وهذا يدل على ماذا؟ على شدة حب هؤلاء لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود إن من أشد أمتي، الأمة هنا وهذا للتنبيه فقط، أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها العلماء وجمهورهم إلى قسمين، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة هي التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فآمنت وأجاب، منهم أنتم، ولا شك أن أول هذا الأمة أمة الإجابة هم الصحابة رضي الله عنهم. والنوع الثاني أو القسم الثاني أمة الدعوة، وهذا القسم هما اللي أدركتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤمنوا، كما اليهود والنصارى والمجوس من هذه الأمة أدركتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن للأسف منهم بل أكثرهم لم يستجيبوا، فهم أمة الدعوة يعني ندعوهم إلى الإسلام. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم الصحيح، ما من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني تبلغه يعني دعوتي ثم أو قال يسمع، قال ما من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إن رأوا من يعني هذو اليهود الذين أدركتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى والمجوس والملاحدة وكذا، هذرهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ما ينالوش شرف الانتساب إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستجموا إلى دعوته بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبابي في الله، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ما دام راهي ممكنة والحمد لله رب العالمين، حيث يستطيع المؤمن أن يكرم بكرامة من الله عز وجل فيراه رؤية منامية، إذن لابد أن نعرف صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نعرف هل رأيناه أم لا، لأن الرؤى أحبابي في الله لا تكون دائما صادقة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤى ثلاث، رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا حديث نفس. رؤيا من الله اللي سماها في حديث آخر رؤيا الصالحة، وهي جزء من 24 جزءا، أو لا هي جزء من أظن من 47 جزءا من النبوة، معناتها تشبه للوحي. علاه؟ لأن الرؤيا الصادقة بوسط ملك، ملك هو اللي يوريها لك، شو اللي تشبه للنبي؟ لأن الملك يجي للنبي اللي هو جبريل عليه السلام، فأنت كي تشوف رؤيا صادقة يجيك ملك هو اللي يوريها لك، فأشبهت، شوف وش حال من جزء من 47 جزء من النبوة، معناتها عندك شوية نصيب من صفات النبوة. والرؤية الثانية رؤية تحزين من الشيطان، يعني الشيطان يوري لك الملامات اللي تقلقك، تشوف روحك طحت من مكان عالي، تشوف مثلا الكلاب جري مراه، تشوف روحك مثلا واحد عزيز عليك مات، هذا من الشيطان باش يحزنك. ورؤية حديث نفس معروفة، أن الإنسان يكون مشغول بحاجة سواء هذه حاجة تفرع ولا تحزن، فكي يرقد يعاودها حتى يذكر ابن الجوزي يعني شيئا فيه من الطرافة في كتابه صيد الخاطر، قالك أهل العلم من كثرة الاشتغال بالعلم النامات نتاعهم اللي هي حديث نفسه شنو هي الكتب والمخطوطات وزيد وبري الأقلام والحبر والمكتبات ويتلاقى بالعالم الفلاني وبالشيخ الفلاني، هذا هو سبحان الله. قالوا أصحاب المهن الجزار وش يشوف شواقر ولماس والدمومات والمصار والدوارة نايضة والزلالف، راك تعرف هو عايش تما مسكين، هذاك هو المجال تاعه. قالك والخياط وش يشوف؟ قالك يشوف القماش والمقص ويشوف الخيوط والإباري والقسطبينة، هذا هو المجال تاعه، فكل إناء بما فيه ينضح كما يقولون. إذا انت باش تأكد أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنك
لابد أن يكون عندك سابق معرفة بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية باش تأكد أنك رأيته. ولهذا قص عليكم القصة التي رواها الإمام الترمذي في كتابه الشمائل من حديث يزيد الفارسي. يقول يزيد الفارسي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: فأتيت عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، يعني في المنام، فمن رآني في المنام فقد رآني. ثم قاله: هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في المنام؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين. قالوا: نوصف لك الرجل، شفت رجل بين الرجلين، يعني معتدل القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، طول تاعو متوسط، كيكون مع طوال ما يبانش قصير، كيكون مع القصار ما يبانش طويل، وسط. قال: أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه، يعني حتى في السنان تاعو ولا النحافة وسط، ما هو رقيق ما هو سمين، وسط. قال: جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، يعني السمرة تاعو خفيفة والبياض هو الغالب عليها، أكحل العينين، يعني بدأ الشحاب خلوه، أكحل العينين، حسن الضحك، ضحكة تاعو مليح، ضحكة حسن تدخل السرور، كي تشوف الضحكة تاعو أنت تفرح. قال: أحسن، أو قال: حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، دوائر الوجه يقصد الوجنتين، الخدود نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، يقصد من 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 الفك السفلي إلى ثغرة العنق، مع أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم ما هيش قصيرة بزاف وما هيش طويلة بزاف، وسط. قال: ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره، أو النحر الرقبة، صح ما عندها يا إخواني، راهي مغطية غير الرقبة وتقريبا لحقت للنحر، وبالتالي ماهيش طويلة كما بعض اللحى اللي رزقها ربي بعض الناس أنها ربما تلحق حتى لصدره، كاين اللي تفوت حتى تلحق لسرته أو إلى سرته. قال: فقاله ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وش معنى أنت شاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: كان ربي يكرمك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم قدامك، ماكش راح تشوف زيادة على وش شفت في المنام، هذا هو، ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا إخواني اللي يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية راح يستفاد لنفسه، لأنه راح يشتعل الشوق في قلبه إلى رؤيته، لأن كي نوصف لك واحد تحبه واش تزيد تحب فوق الوصف، أنت راه فوق الوصف أنك تراه يا إخواني. ولذا سيدنا يوسف عليه السلام نهار بعث القميص، هو بعث رأفة بقلب أبيه باش يمهد في رؤيته، بعثوا القميص قالوا اذهبوا بقميص هذا، علاش؟ باش باباه كي يشوف القميص يدخل له السرور بالعقل بالتدريج، لأن ربما يشوف وليده بعد 40 سنة ما شافوش، بلك يحبس قلبه بلا كذا، فكان إدخال السرور على يعقوب عليه السلام بالتدريج رأفة به. فإذا هو كي شم كي نهار شاف القميص وعرفوا باللي قميص وليده، ازداد الشوق تاعو إلى أي شيء يشوفه يا إخوان، أن يراه. لذا أنتم إن شاء الله إذا ربي كرمنا اليوم ووفقنا، وإن شاء الله ربي يبارك لنا في المدة، وتعرفوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، راح يتوقد في أنفسكم وفي قلوبكم الشوق لرؤيته. وبعضهم يرى عكس ذلك،
قال لك معرفة صفاته الخلقية تسكن شوق الرائي، ما تهيش وإنما تسكن على، لأنك تقول الحمد لله على الأقل أنا ما شفتوش بعيني تاع راسي، راح نشوفه بقلبي من خلال سماعي. ماذا؟ من خلال سماعي صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. أحبابي في الله، قبل أن نشرع في المقصود نبهكم إلى أمرين. الصحابة اللي رواهن صفة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم عددهم تقريبا 6، اجمعهم كلهم الحافظ الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل، الشمائل النبوية أو المحمدي، هو اسمه الشمائل. أولهم هو سيدنا علي بن أبي طالب، ثانيهم عبد الله بن عباس، ثالثهم أنس بن مالك، رابعهم براء بن عازب، خامسهم جابر بن صمر، سادسهم هند ابن أبي هان. وهذا رجل، العرب تسمي الرجل هندا والمرأة هندا، كيف كيف، بصح أنتم أنا في الجزائر العرف تاعنا هند نسموه بها طفلة، تروحوا الآن تروحوا تسموا لي طفل هندا وتقولوا بلي شيخة وقالنا بلي كان صحابي واسمه هند بن أبي هان، بصح لازم تراعيوا العرف، عرف العرب قادمة كانوا يسموه هند، يسموه الراجل والمرأة، بصح دوكا لا هند بنت. نعم، إذا هذو 6 صحابة رضي الله عنهم أرووا لنا الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشهر من روى صفاته الخلقية، وإلا كان بعض الصحابة ذكرونا وحدة فقط، صح هذو لا، هذو ذكروا كثيرا من صفاته الخلقية فامتازوا بالانفراد. التنبيه الثاني أن الصحابة اللي وصفوا لنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وصفوه بأوصاف بليغة جدا جدا تحتاج إلى الرجوع إلى القواميس، ترجع إلى كتب اللغة وكتب الغريب. شوفوا مقبلة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكحل العينين، لو كان إحنا كش واحد هكذا يدخل شو أكحل العينين وقمت عينيه كحولة يا أخي، صح هي لنا مش عيني كحولة، ما راح تعرف وش معناتها أكحل العينين. لذا يمر عليكم اليوم بإذن الله عديد من الصفات البليغة والغريبة اللي تحتاج إلى تفسير وشرح. وهذا يا إخواني إن دل على شيء فإنما يدل على أمر، وهو شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم ما خلوا ما بقى، مش فقط نقلوا لنا صفة وضوءه، صفة صلاته، صفة حجه، صفة عمرته، صفة صيامه، صفة كذا، من ما خلوا حتى هو كيفاش مداير، كيفاش خلقه ربي سبحانه ما خلوش. ولهذا قال بعض أهل العلم لا يعرف في تاريخ البشرية جمعاء أن أصحاب نبي أحب نبيهم كما أحب الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كاشف هؤلاء واسمه عروة بن مسعود الثقفي في قصة المفاوضة على صلح الحديبية، هو وحده كان مشركا في ذلك الوقت، مش قال صحابة، هو من بعد أسلم، كي بعثوه المشركون باش يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، شاف الصحابة كيفاش يعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم، عودوا للقريش قال ما سمعوا، لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، قالوا عمري شفت ناس يعظموا ملكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا. قالهم إنه اسمعوا ليه، قال لهم لا يتنخم نخام، حبي لهم القدر نتاع النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة وحبهم شي تحبهم له. قال قالوا وش رايكم النخامه اللي يتنخمها الانسان؟ قال لهم لا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يتنخم نخامه الا وقع في يد يعني صحابي فيدلك بها وجهه ويعني بدنه، يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وانه اذا توضا كادوا يعني قريب يقتتلون على فضل وضوئه، الماء اللي يسيح من اطراف النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وجهه ما داش في الارض، الصحابه قاعدين يستناو القطره هذه في الطين ويمسحوا بها ويتبركوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. وإذا أمر ابتدروا إلى أمره، كي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يفوز الأول اللي نفذ، يفوز الأول اللي نفذ، ما تمشي كان الأخر راح، الأول يفوز الأول اللي نفذ. قال ولا يحدون النظر إلى وجهه تعظيما له، ما كانش واحد يخزر في وجهه أبدا، كيفاش كانوا يخزروا في وجهه؟ كي هو ما يخزرش فيهم، كي ما يخزرش فيهم يخزروا فيه، صغير دور الواحد يخزر فيه يدور وجهه
ما يقدروش تعظيما له. لهذا عمرو بن العاص نهار أسلم، أنا ربما شيخنا شيخ بلال يعني مرت عليه قصة إسلام عبد العاص، صح فيها عبر ربما في سيرة النبوية بلك مريت عليه وبلك تبا سمعتوها. شفتوا نهار قال عمرو بن العاص قالهم لو كان سألوني نصف لكم النبي صلى الله عليه وسلم ما نقدرش. قالوا ما نقدرش على قبل أني كنت لا أستطيع أن أملأ عيني منه حياء منه. سبحان الله، كل ما يقدروش يخزروا فيه هكذا شزارا العين للعين. يا إخوان علاش تعظيما له بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إذا تشوف جيل كيما هذا كان يأتني بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه العناية، لا شك ما يفوتهمش أيضا أنهم يوصفوه يا إخواني بأدق الصفات، ولكن كما قلتكم مش يخزروا فيه وهو على باله وهو غير منتبه، يبدأوا يخزروا في طوله، يبدأوا يخزروا في شعره، يبدأوا يخزروا في كذا ورام يرفضوا. والعرب يا إخواني عندهم واحد الميزة اللي هي الفصاحة والبلاغة في البيان والوصف. لذا ربي اختار الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كانوا فصحاء بلغاء وكانوا ذوي ذاكرة قوية وحافظة، وزيد كانت عندهم دقة الملاحظة، لهذا كانوا أهلا باش يكونوا أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بفي ما كانش كان الكاميرا وما كانش يكون هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة اللي تصور الأشياء بدقة وتكبرها وما على فريق كذا، ما كانش صح. الصحابة أدوا الدورة كاملة. فنبدأ يا إخواني إذا وفق ربي سبحانه عز وجل نبدأ بصفة رأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم. علاش بدينا بهذا؟ لأن أشرف ما في الإنسان وشنه هو الجهة العلوية، الجهة العلوية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. أشرف ما في الإنسان سمعه بصره فؤاده وقلبه. شو هو يندرهم ربي سبحانه؟ شو يندرهم فوق؟ ماشي هكذاك يا إخوان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تركيب. كي تشوف الإنسان شوف آيات الله، كل موضوعك تشوف كل موضوع عنده تشعب. فإذا إحنا حين نبدأ باش نبدأ بأشرف ما في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأسه الذي فيه وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبابي في الله، كان صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم. ضخم الرأس قال العلماء ضخامة الرأس هنا ليست الضخامة اللي هي عيب من ذاك الناس مساكن ربي يبتليهم مرض وكذا تلقى رأسه غير طبيعي في الحجم، لا. ضخم الرأس الضخامة التي تدل على النجابة، قال شراح وهي آية النجابة والذكاء وكمال العقل وتمام الفكر. معناتها النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان أعطى له ربي دماغ يدل، كي تشوفوا دماغ تاع واحد نجيب تاع واحد ذكي تاع واحد يا إخوان عنده عقل تام. كان ضخم الرأس أزهر اللون، أزهر اللون يعني لونه مشرق، لونه مضيء يا إخوان، لونه مزهر، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، بياضه إلى السمرة، يعني موش أبيض خالص، كي الناس تلقى بيض الله يبان خالص، وليس بأسمر خالص، بل بياض مع سمرة أو سمرة مع بياض. والصحيح كي تجمع الروايات أن لون النبي صلى الله عليه وسلم كان بيض مشرب بسمر، وهو أزهى الألوان وأجملها، وكان مشرب بحمرة. هذا تنبيه واحد أخر نسيت باش نقول لكم، وهو أن الصحابة كي وصفوه، أنا جمعت لكم يا إخوان وصفه مرة واحدة، يعني روايات جمعناها مرة واحدة، ولكن كي وصفوه كان يستعمل عبارة في وصف مثل لونه، زج الثاني استعمل عبارة واحدة أخرى في وصف لونه مغايرة، بصح المقصود واحد. لهذا لما قالوا مشرب بحمرة يعني اسمر مع بايض، مشرب بحمرة يقصدوا الحمرة السمرة، ليس الحمرة المعروفة وإنما السمرة. قالوا وكان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، أحسن وجه تشوفه هو وجه سيدك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان وجهه أحسن خلقا يعني ما شاء الله جمالا وبهاء. وكان وجهه كالقمر والشمس. هنا لازمنا تفسير، صحابة كان يوصفوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر وكان يوصفوه بالشمس. وانتم الآن لعلكم انتبهتم، لماذا اللي يغلب البياض شبهه بالقمر
واللي غلب السمرة شبهه بالشمس، لأن الشمس كي ذهب السمرة والقمر كي الفضة بيضة. ولهذا يا إخوة احنا باش نجمعوا نقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مقبل كان أبيض ولكن مع سمرة، كان وجهه كالقمر أيضا في الاستدارة، وهذا سوف يأتي. وكان مستديرا، وكان أبيض مليح الوجه. شوفوا تقريبا تعابير متقاربة، قلت يعني متقاربة. وش معنى مستدير؟ كان وجهه طويل، كان وجهه عريض. وجه النبي صلى الله عليه وسلم داير، داير كما القمر وكما الشمس، وهو أحسن الوجه. إذا سر تبرق أسارير وجهه فيستنير كأنه قطعة قمر، وكان يعرف ذلك منه. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني كنهار يفرح ويصر، يتكلم وجهه بالسرور والفرح، يتكلم مش يتكلم يعني باللسان كما قال البحتوري أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وإنما كي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه يكون فرحان وكأن وجهه يهضر معك ولك راني فرحان راني مسرور. ولذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفوا سروره صلى الله عليه وسلم من خلال أسارير وجهه، يعني العلامات اللي هي انعكاس الشعور الباطني على ملامح وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يعرفوا ذلك، كما كانوا يعرفوا العكس وجاي إن شاء الله يعرفوا أنه غضبان أو أنه حزين أو أنه مكتئب صلى الله عليه وسلم. وما رؤي شيء أحسن منه صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في جبهته. هذا وصف واحد أخر بصح يشبه للسابق، ما شافوش الصحابة أجمل منه صلى الله عليه وسلم ولا أحسن منه، وكأن الشمس تجري في جبهته، يعني النور ساطع في وجهه دائما. وشتو الشمس شحال تريح وهي يعني طالع، فنور النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته باد. وكان أشد حياء، هذا من صفات وجهه، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. الخدر هو الحجرة اللي تختبئ فيها العذراء، العذراء هي التي لم يسبق لها الزواج، البكر. وهذا مثل عربي معروف في بيان شدة الحياء، يقول فلان أشد حياء من العذراء في خدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني كان أشد حياء، يعني أشد الناس حياء بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وكم من موقعة ثبت فيها هذا الأمر، مثلا في سورة الأحزاب اللي قرأها الشيخ اليوم، قلت لهم يخي تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا الصحابة يجوا ويعرضهم على الطعام وكذا، كاين اللي كي نهار يكمل يحب يزيد يتحدث يعني ينبسط. وهذا مش يعني هو مش مخالف للأدب، لأنه بعض الناس كي نهار ينزل عند خوه ولا كذا ويكرم خوه ينبسط يزيد يحب يقصر ويهدر وكذا. ف يعني ربي سبحانه قال فإذا يعني طعمتم يعني فانصرف روح ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي منكم. النبي عليه السلام كان شغل ما يقدرش يقول لهم يعني خلاص أني كرمتكم وكذا خلوني عندي أموري وكذا، فكان يستحي أن يقول ذلك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ربي سبحانه عز وجل بين الصحابة هذا الأمر ورفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الحرج. نعم دقيقة برك هذه كملها بعد حبيت واصل. وإذا كره النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عرف في وجهه أيضا، فوجهه كان يتكلم، والصحابة كانوا يفهمون من ملامح وجهه لغة مشاعره، فكي يكره حاجة يفيقوله، وكي يحب حاجة ينتبهوله، وكي يرضى عن حاجة يفيقوله، وكي يسخط على حاجة يفيقوله أيضا صلى الله عليه وسلم. وهذا كله كما سيأتي بعد الأذان دليل على شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يعرفون ما يختلج في نفسه من خلال ملامح وجهه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. نترك المؤذن يؤذن ثم نواصل بتوفيق من الله عز وجل وتيسير. شيخ لا بس بطلع.
أي بالزمن. بارك الله فيك. رضيت بالله ربا وعظيم اللهم رب هذه دعوة تام وصلت. أحبابي قبل ما نواصل أنا نستأذن أولا على الشيخ نستأذن عليكم باش نكون صريحا معكم إلى تصبروا علي تعطوني نصف ساعة نكمل لكم الموضوع إذا ما تصبروش علي ما نقدرش نكمل المقصود والشيخ هو اللي قرر طيب أنا باش نكون صريحا معكم علاش اللي بقى ما شاء الله أنا كي جيت أصلا يعني أنا تشرفت بكم وبصحيح هذا الموضوع لا يقبل القسمة هذا واحد على واحد يعني ما تقدرش تدير واحد على اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة فإذا كان يتكرم علينا الشيخ وانتم تصبروا علينا إن شاء الله معليش نخرقوا المعتاد إن شاء الله هو نقص نصف ساعة بس بليد بس أكثر بحتين يعني أكثر تقدير يعني للتأخير وإن شاء الله تصبروا عليه بإذن الله كما قول مقبلة نصارحكم كنت خارج من الدار فالمهم كان واحد الأمر هكذا لأن اليوم رحت درست وكذا إلى آخره فاسم الأهل قالوا لي واحد الأمر قلت لهم معليش على جل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا جيتكم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم ثاني صبروا علي من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إخي خلاص اتفق عليك أنا وربي يكرمكم برؤيته في الدنيا والآخرة يا رب العالمين ورؤية طيبة مباركة يا رب يا رب اسمحوا لي ونحاول كاين أشياء راح نتجاوزها بصحة السمع وصفاته اللي إن شاء الله جاءت في الأحاديث النبوية بعد ما وصفت لكم وجهه أو رأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم بقي الحديث عن وصف يعني عينيه صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم العينين يعني عينيه كانوا كبار لكن الصغر وكان أهدب الأشفار الأشفار هذا الشعر هذا تاع الأجفان أهدب وش معناه قال العلماء أي كثير شعر الأشفار وكانت أشفاره طويلة يعني جمعت ما بين الكثرة والطول إذن شفار صلى الله عليه وسلم طوال والشعر كثير بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وكان مشرب العينين حمرة أشكل أشكل هو مشرب العينين حمرة يعني البياض نتاع العين نتاعه صلى الله عليه وسلم فيه شوية حمرة وحمرة خفيفة واسمها الشكلة الشكلة واضح وكان صلى الله عليه وسلم أسود الحدقة الحدقة كان عنده خضراء وكان عنده زرقاء وكان عنده صفراء النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أحسن الألوان وأجملها اللي هي السواد فكانت حدقة عينه صلى الله عليه وسلم سوداء وكان أدعج أدعج معناه شديد سواد الحدقة مش برك أسود وإنما شديد مع ساعة الحدقة كلمة أدعج السواد مع الساعة وكان صلى الله عليه وسلم أكحل العينين خجاس المقبيل أكحل العينين إخوان أي أسود أجفان العينين خلقة شتو هذا؟ هذا هذا هو هذه هي يعني هذا هو الجفن تاع العين فكانوا الجفنين تاعه صلى الله عليه وسلم خلقة فيهم سواد وهذا جمال في العين شوف المرأة مثلا ديال الماكياج وكامل الماكياج اللي تديرو انها تدير هنا وهنا في الجفنين باش تزداد العين جمالا لزوجها او في عرس مع النساء احبابي في الله ما زال مع وجه النبي صلى الله عليه وسلم نصف حاجبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين سابغهما دا
دقيق الحاجبين ما حوجبه ماشي خشان، وإنما كان فيهما دقة. سابغ الحاجبين قال العلماء أي أن حاجباه تامين غير منقطعين، غير منقطعين. كيف إذا كان واحد عنده حاجب ماذا ما لقر وكأنه نقص؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجباه سابغين تامين. أزج، والأزج معناته مقوص الحاجبين، ما كانوا رايحين هك، وإنما كما الهلال، أي مع تقوص ووصول إلى آخر العين. إذن وكأنهما سبحان الله هلال. زيد، شوفوا الصحابة اللي حبوا سيدكم محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا كان أقرن الحاجبين في غير قرن. أقرن الحاجبين ما أنتها حواجبوا منا متقاربين بصح ماشي لاصقين، قالوا أقرن في غير قرن وكأنهما، وقلت وكان أثبتوا شيئا ولا فوه، أثبتوا الاقتران بعدين فوه، وإنما قصدوا الاقتران، يعني كانوا حاجبي كان حاجبه متقاربين جدا. ربما بارك من بعيد وكما تركزش تقول بلي مقترنين، صحهما غير مقترنين. وكان أبلج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأبلج هو اللي عنده اللون نتاعه أبيض ناصع، وكان بين حاجبيه عرق. هاي انتم جيبوها وصفوا انتم النبي صلى الله عليه وسلم الصفه، كيفاش فيق باللي عنده عرق؟ يدره الغضب، كي نهار يغضب سيدك محمد صلى الله عليه وسلم ينتفخ هذا العرق، ويعرفوه الصحابه كي يشوفوا العرق نتاعو خرج يعرفوا باللي راهو زعفان، راهو غضبان بابي وامي صلى الله عليه وسلم، وما ينتبه لمثل هذه الدقائق الا شكون؟ الا المحب يا اخوان، الا المحب. كيما تكون مقبله كيفاش كانوا يعرفوا السرور نتاعو، كيفاش كانوا يعرفوا الحزن نتاعو، الرضا والسخط، كانوا يشوفوا سبحان الله الملامح يا الله. كما قال سيدنا جابر في غزوة الخندق قال رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يشكي، قال رأيت الجوع في وجهه، ناس يحبوه خلاص يا إخوان، ولا كما احنا نقول دقات القلب نتاعهم لو كان دير هذاك واش يسموه في الجهاز تشوفهم يخبطوا معاه، قلبهم يخبط مع قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كيف سبحان الله العظيم. سيدنا الصديق يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر يقول إن رجلا رجل خيره الله عز وجل بين زهرة حياة الدنيا مع الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. الصحابة كاع ساكتين غير أبو الصديق ينوضيك يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. أبو سعيد الخدري وش بيه يقول هذا الرجل هذا الشيخ ينوضيك النبي صلى الله عليه وسلم يهضر على رجل مرت أيام وقيل أسبوع فقط مات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري فكان الرجل المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر الصديق أعلمنا به صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش يصدم الصحابة، تخيلوا كنتم الصحابة يقولكم النبي صلى الله عليه وسلم راضي نموت، تموتوا قبله سبحان الله العظيم. ولكن شوفوا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم، حبش يقولهم بلي نموت، قال لهم كاين واحد الراجل ربي خير بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة. شكون اللي انتبه لها أشدهم حبا له؟ شكون؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أحبابي في الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مفاض الجبين واسعه أغر. الجبين هو مش الجبهة، هذا هكذا يعني خطأ. الجبين هو الجهة اليمنى والجهة اليسرى من الجبهة، هاو الجبين. ها عندك جبين أيمن وجبهة جبين أيسر، وعندك الجبهة جابه بها الناس ماشي يعني بالدماغات يعني تقابل الناس، واسمه الجبين الأيمن والجبين الأيسر. النبي صلى الله عليه وسلم كان مفاض الجبين أي أن جبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان واسعا، وهذه علامة ضخامة الرأس وعلامة كما قلنا من قبل النجابة. وكان أغر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأغر هو الأحسن يعني وجهه. وكان أجلى كأنه يتلألأ، رانا عودنا ولينا اللون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أبيض ناصعا يشرق ويزهر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وكأن العرق في وجهه كاللؤلؤ. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان كان يتعرق عرقا شديدا، خاصة كي نهار يقيل كي نهار يقيل، وكان العرق نتاعه سبحانه يصبب واحد كيفية عجيبة، قطرات على جبينه. إذا كان هكذا راح يهبط جبين اسمه الأيمن، وإذا كان هكذا راح يهبط من جبين الأيسر، كأنها حبات لؤلؤ يا سبحان الله، مشي قطرات كما تشوفوا أنتم، شتوا اللؤلؤ سبحان الله. وكان اللؤلؤ هو اللي راه يسقط من جبينيه صلى الله عليه وسلم. وكان أسيل الخدين سهلهما، الخدان تاع النبي صلى الله عليه وسلم كان أملسين سهلين، أقنى الأنف
أقنى الأنف قال العلماء أي أنفه كان طويلا مع حدب يسير في الوسط. كان أنف النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، مش الطول الفاحش ولكن ليس بقصير، وفي نفس الوقت كان فيه حدب يسير. هذا الحدب كيف تشوفوه؟ كي تشوفوه من جنبه صلى الله عليه وسلم يبان حدب يسير في أنفه. وكان صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أفلج الأسنان أشنبها. وش متى ضليع الفم؟ كان فمه واسعا. قال العلماء وهي آية الفصاحة والبلاغة. للبلاغة يا إخوان من علامتها حسن المخارج وجهورية الصوت، وهذا يتناسب مع أصحاب الأفواه الواسعة. وكان أفلج الأسنان أي أن أسنانه متباعدة، واختلف العلماء على 3 أقوال، هل كل أسنانه كانت مفلجة ولا فقط القواطع اللي هما الثنيتان برك اللي كانوا مفلجين، ولا الثنيتان مع الرباعيتين؟ الرباعيتين شو الثنيتان اللي يجي قدام الثنيتين اسمهم الرباعيتان. المهم 3 أقوال. وكان حسن الثغر، يعني كي تشوف فم النبي صلى الله عليه وسلم يعجبك فمه عليه الصلاة والسلام، كان جميل الفم. وكان براق الثنايا، يعني سنيه يلمعوا صلى الله عليه وسلم مع بياض خطافه، كان اللي سنيه يعني طبيعة صفورة، يعني صفيرة طبيعية، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي صفورة، بيوضة مع مع لمعان. إذا ضحك كاد يتلألأ النبي صلى الله عليه وسلم، كي يضحك يا إخوان وكأنه لؤلؤ صلى الله عليه وسلم، وكأنه لؤلؤ سبحان الله يلمع هكذا وصفوه. وكان كثير شعر اللحية أسوده ذا لحية عظيمة حسنة كادت تملأ نحره. لحية النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان كان سوداء اللون، ولم يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم الشيب، وإنما شاب ما لا يتجاوز 20 شعرة فقط. وسبحان الله حسبوها، حتى قال سيدنا أنس صغيره قال لم يجاوز 20 شعرة. وين هذا؟ منين هذا؟ الحب يا إخوان، الحب حتى حسبوا له شحال شاب صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مات في عمره 63 سنة، صح ما هجمش عليه الشيب، وإنما صلى الله عليه وسلم فقط شاب ما لا يتجاوز 20 شيبة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، واللي هو اللي قال شيبتني هود وأخواتها. وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان عظيمة حسنة. واش معناتها عظيمة؟ كانت معناتها كبيرة ومملوءة وكثيفة، بالصح لم تكن طويلة، كادت تملأ نحره، كادت من أفعال مقربة قريب تلحق له. هاوليك يا إخواني أصل النحر اللي هو التقبة هذه، شتوها الثغرة هذه، ما أنت كانت الحق له، بالصح ما هيش ما تغطيش ثقب ثغرة النحر، مع لحية النبي عليه الصلاة والسلام مع كثافتها وسوادها صح ما كانش طويلة طولا فاحشا. إذا تكلم في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سرا ولا يذكر ربي سرا، الصحابة يشوفوا لحيته تضطرب، وعرف ذلك من خلفه باضطرابها من عظمتها. حتى الصحابة عرفوا شحال يقرأ في الظهر والعصر من الآيات. كيفاش؟ كانوا يرموقونه بأبصارهم ويعرفون سنة حدثتنا عنها أم سلمة رضي الله عنها زوجته أم المؤمنين، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يتوقف عند كل آية. إذن هم وش كانوا يديروا؟ هم يلاحظون لحيته وتضطرب وتحبس آية، تضطرب تحبس زوج، تضطرب وتحبس ثلاثة، جايبينها على هذا المنوال. فذكروا لنا أنه كان يقرأ في الظهر 60 آية، 30 آية في الركعة الأولى، 30 آية في الركعة الثانية، وكان يقرأ في العصر نصف ذلك، يعني 15 آية في الركعة الأولى، 15 آية في الركعة الثانية. اللهم ارضى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما همش إخوان، ما اختارهمش ربي هكذا، شوفوا واش نقلوا لنا، حتى القراءة في السرية من خلال اضطراب الحيضة. أما شاربه، احنا نقولوا شلاغمو، أما شاربه صلى الله عليه وسلم فكان يحفيه. والإحفاء يا إخوان عنده فقه ما نقدرش الآن نبسطه، ولكن واش معناتها الإحفاء؟ الإحفاء هو المبالغة في القص، معناتها تقص تقص تقص، ماشي حلق مع وجود خلاف أنا قلنا، وإنما هو الإنهاك. قال أنهك الشوارب، معناتها نقصوا لها بشدة. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفي يعني أسفل شارب فقط دون أعلاه إلى آخره؟ هذه محلها في موضعها. وأما شعره صلى الله عليه وسلم فليس يعني شعر رأسه فليس بجعد قطط ولا سبط رجل، وإنما كان أسود اللون، ليس بجعد قطط، لم يكن ملتوي، احنا نقول فلان شعره يعني مكريبي، لا لا، وما كانش حرش، ولم يكن سبطا مسترسلا، يعني ما كانش شعر النبي عليه الصلاة والسلام رطب كيدير هكذا يمين معه، لا لا، وإنما كان وسطا. وكان أسود اللون، وكان مرة يبلغ شحمة أذنيه،
ومرة يضرب أحيانا من كبيه، وكان مرة إلى أنصاف أذنيه. وكل هذا لكم تسمعوا فيهم يا أخوان عندهم آسم، كين الجمة وكين اللمة وكين الوفرة. شوف العرب عندها فقه، عندها فقه في التفريق، الجمة كذا، اللمة كذا، والوفرة كذا. وأحيانا يكون بين أذنيه وعاتقه. سبحان الله، حتى هذه ينتبه لها الصحابة، حتى طول الشعر وين كان يوصل وين كان يزيد وينقص كانوا ينتبهوا له صلى الله عليه وسلم. وهنا نبه فقط إلى مسألة، وهي طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يوصل إلى منكبيه، هذه من عادات العرب. ما تقولوا لي السنة بعض الشباب يطول شعره حتى المنكبيه ويمشي في الجزائر ويقول لك سنة، لا، هذه من عادات العرب، وما كان من عادات العرب لا يعتبر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طول الشعر وقصره يتبع فيه العرف. احنا في الجزائر ما طولوا الشعر، احنا في الجزائر ما طولوا الشعر، وإنما مثلا في الجزائر العربية طولوا الشعر، ولا في الخارج يطولوا شعرهم، إذن لكل مقام. أحبابي، صفة جذع النبي صلى الله عليه وسلم، والجذع يا إخوان نصفه العلوي، نصفه العلوي معناته الجهة الأمامية والجهة الخلفية. كان في عنق النبي صلى الله عليه وسلم سطع، أي طول كأنه إبريق فضة. سمعوا يا إخوان، إبريق فضة، سبحان الله. متى عنق النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قصير، كان فيه طول وكأنك تشوف فيه إبريق فضة، سبحان الله. بعيد ما بين المنكبين، المنكبين تاعو كي تشوفوا من اللور بعاد، أصحاب كمال الأجسام يجتهدوا باش يولي عندهم طايفي، صح؟ طايفي يسموه طايفي، باش يولي ما شاء الله مفتول وغض يجي هك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد ما بين المنكبين، وهي علامة قوة جسده وبدنه صلى الله عليه وسلم. وكان ضخم الكراديس، الكراديس هي رؤوس العظام تاع المفاصل. معناتها النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان كي تشوفوا الله 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 ما شاء الله، كان المفاصل نتاعو نهايه العظام كبيره وصحيحه، لهذا كان يجاهد وعمره 63 سنه. وكي يجاهد واش معناه؟ معناتها يفد السيف يده، وكي تفد السيف يدك لازم يكون عندك مقبض قوي، لازم يكون عندك مفصل قوي، لازم يكون عندك ساعد قوي، ولازم يكون عندك عضد قوي، وعندك كتف قوي، لان السيف يا اخوان يحتاج الى قوه هائله باش تقاتل به. وزيد في عمر 63 سنة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وكان أشعر المنكبين، المنكبين تاعو كان فيهم شعر، وكان أيضا أشعر أعالي الصدر. شوفوا سبحان الله، ما قالوش الصدر، أعالي الصدر. والله غير شفت ناس عندهم شعر غير هنا برك، صح من تحت ما عندهمش، في الثديين ما كاش فيهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سبحان الله، شوف قد يقول قائل وهم وين شافوه؟ وين شافوه؟ شافوه في الحج والعمرة كيف بس الإحرام تاعو، أبي يشوفوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان طويل المسروبة، المسروبة هي الشعر الذي يسيل، اسمعوا مليح، الذي يسيل من الصدر ويذهب إلى السرة. كي بعض الناس عندهم هذا الشعر تلقاه الله يبارك شعره يهبط من صدره ويسيل وكان يتدفق ويوصل حتى السرة تاعو، هذه المسروبة. فكان طويل المسروبة موصول ما بين اللبة، هاي ثغرت النحر، موصول ما بين اللبة والصرة بشعر يجري كالخط، وكانوا خط عالي الثديين. ثديين هما كما قلنا تحت أعالي الصدر، عالي الثديين أو قلت عالي الثديين والبطن مما سوى ذلك، معناتها كرشه صلى الله عليه وسلم ما فيه شعر، الثديين كانوا فيهم شعر، وإنما في عالي الصدر فقط، والخط هذا ينزل إلى صرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. لم تعبه ثجلة، يسمحونا لي شرب الغازوزة بزاف، ثجلة هي الكرش دوار، النبي صلى الله عليه وسلم لم تعيبه، ما عندوش دوار، وإنما كان سواء البطن والصدر يشوفوا من الجنب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، صدره وكرشه خط واحد، ما عندوش العلة الكرش. وكان صلى الله عليه وسلم وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عكن كأساريع الذهب. العكن يا إخوان هما الانثناءات نتاع البطن، سواء من الجهة الأمامية وكان يجيه من جهة الجنب، يعني شغل يولي عنده شغل طبقات يعني. نعم. وفي قصة إسلام أبي ذر نهار مكث في مكة المكرمة يتكتم، ما حبش يبين أنه جاء على جال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام كان في العهد المكي أيضا متخفيا، مكث شهرا يشرب غير ما زمزم فقط، هذا ما كان. قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، سبحان الله، غير ما زمزم بقس ما طعام وطعم سوق ما زمزم. قال حتى تكسرت عكن البطن، اللي هي هذه الانثناءات اللي تكون يا اخواني كي نهار الانسان خاصة يقعد يولوا عنده الطابق الاول والطابق الثاني وهكذا. الصحابه كيفاش شبهوها؟
أسارية الذهب، سبائك تاع الذهب، سبائك الذهب، سبحان الله. شو سبائك هذا؟ واحدة فوقها، لا إله إلا الله، والله ما أجمل هذا التعبير. نعم. وكان أبيض الإبط أعفره، الإبط نتاعه اللي هو تحت جنبه أبيض، لأنه ما تقيسوش سميشة كما هو معروف. بصح وين ينحي الشعر أعفر، واش متى أعفر؟ رمادي، الموضع ديال اللي وين ينحي شعر النبي صلى الله عليه وسلم رمادي. ومن سن الفطرة نتف الإبط أو حلقه، إذا كان ما يقدرش على النتف يلجأ إلى الحلق، فالموضع اللي فيه الشعر ويحلقه النبي عليه السلام رمادي، والباقي بيضهك بيض ناصع، خاصة اليوم ما توصلوش الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم كثير العرق، النبي عليه السلام بدون شغل لما يعمل يقطر عليه العرق صلى الله عليه وسلم، وهو من أطيب الطيب. العرق تاعو مش كما ربما احنا ديالنا كان يطول لي ريح، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان كان طيبا، واسمه الطيب، وهو طيب ظاهرا وباطنا بأبي وصلى يعني صلى الله عليه وسلم، وقوله طيب وفعله طيب ونيته طيبة وأمته طيبة صلى الله عليه وسلم، وهو إن شاء الله يدعو إلى الطيب ويحل الطيب صلى الله عليه وسلم. كلمة الطيب هذه أحصرها بحر لا ساحل له، فكان ظاهر يعني 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 طيبا لفظا ومعنى، لا سيما إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتسبب عرقا، وكان عرقه كأنه اللؤلؤ. وكانت صحابية اللي هي أم سليم كانت تلم العرق نتاعه في فأرة، هي زجاجة اسمه يعني قرارة من زجاجة، هو وراقد هو يصب يدير له هك حط له قرعة وتلم له هذاك العرق. فكانت هذيك القرارة هذيك عندها شأن، ما نقدرش الآن نحكي لكم، شأن الصحابة كانوا مهتمين بها خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ظهره صلى الله عليه وسلم فكأنه سبيكة فضة، كان بيض، وتشوفه وكأنك تشوف الفضة يا سبحان الله من جماله وتناسقه. فيه خاتم النبوة، في ظهر النبي عليه السلام خاتم النبوة بين كتفيه، ولكن عند ناغذ كتفه اليسرى. اسمح لي شيخنا معليش دورني شوية، هاولك ناغذ، ناغذ الكتف هذا هو الناغذ، الجهة العلوية من نمله. بالصح النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم التاو جاي في الجهة العلوية قريب، قلنا جاي في الجهة العلوية اليسرى قريب من الجهة اليمنى، معناتها ماشي هنا 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 بالذات، إذن فوق في الكتف الأيسر قريب من الكتف الأيمن، الجهة العلوية في الكتف الأيسر قريب من الكتف الأيسر، يعني في هذا الموضع. وهذا العلامة ربي يحفظك شيخ، هذه العلامة كانت حسية، ربي دارها ختم دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله شيخ ربي لا ربما مرت عليك قصة إسلام سلمان فارس، إيه؟ فسلمان فارسي في ثنايا قصته هي أخي تعرفوا أنه قالوا له أن يعني الناس اسمه الحنيفيون اللي كانوا قبل مجيء النبي عليه السلام خبروه بعلامات النبوة منها الخاتم، لذلك تلقى بالنبي عليه السلام في المدينة جاء خلفه قاعد يحوس، بدا فاقل النبي صلى الله عليه وسلم قال وكأنك تريد شيئا، قالوا نعم يا رسول الله، هكذا يقول أروح 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 افتح له. فطبعا أكب على النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وعرف العلامة اللي كانوا حثوه عنه يعني عنها. شكون يا إخوان؟ العلماء اللي هم الحنيفيون من أهل الكتاب اللي كانوا يعرفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبعثوا ربي سبحانه وتعالى، يعرفونه كما يعرفون واش أبناءه. إذن خاتم النبوة هذا هذا هو موضعه، وكان مثل بيضة الحمامة أو مثل بيضة الحجلة، ويشبه إخوان الغدة الحمراء، شتو هذاك اللي عندهم وحمة بصح تجي حمراء وفيها شعر ثآليل، شوية شعر خفيف وشوية فيها شوية نتوءات ناشزة يعني ظاهرة. وأنتقل بكم سريعا إلى صفة أطراف النبي صلى الله عليه وسلم، يداه ورجله. كان صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين أشعرهما، ذراعين تاع النبي صلى الله عليه وسلم مشبوحين، معناتها مبرومين بمعنى يعني كان قوي الذراعين وفيهم شعر. وكان شثن الكفين بسطهما، يعني كانوا يديه ضخمتين صلى الله عليه وسلم، ولكن أملس أملس اليدين، ما مس حرير ولا دباج ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا ما مسيناش حاجة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرير ولا دباج. الحرير هو يعني المعروف، والدباج هو حرير صح اسمه الغليظ. قالوا كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم أبرد من الثلج، حتى في الصيف تخمس معاه صلى الله عليه وسلم تقول سبحان الله، تقول كان حاطها في مكان بارد صلى الله عليه وسلم. وكان أطيب رائحة من المسك، يعني كي نهار تصافح النبي صلى الله عليه وسلم تشم من يده المسك ويبقى فيك المسك، وكأنها
يعني يده وكأنما أخرجها من جنة العطار. جنة العطار باختصار هي كيس من جلد. العطار يبيع المسك بكيفيتين، كاين السائل وكاين الجامد. السائل هو باين يسيح لك منه ومنه ويصم. الجامد يرفدو بيده، بكري ماشي كان هذيك المغرفة، يرفد بيده من المزود تاع الجلد ويوزن لك. تصوروا انتم اللي يبيع المسك هذا نهار كامل وهو يده في المزود تاع المسك، كيفاش يكون يده؟ وكأن يد النبي صلى الله عليه وسلم كما يد العطار اللي نهار كامل وهو يوزن من جونته. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا ساق كأنها جمارة. جمارة هذه زهرة ولا نوارة ولا نبتة شديدة البياض. معناتها النبي صلى الله عليه وسلم كان السيقان تاعو بيضة، لها وبيص أي بريق يراه الناظر من بعيد، تشوف وكأن سيقان النبي صلى الله عليه وسلم يضويه سبحان الله من بياضهما. وكان منهوس العقب، يعني الطالو اللي هو الجهة الخلفية في القدم، الجهة الخلفية واسمها العقب. العقب في الجهة الخلفية هذه إخوان كان منهوس اللحم. وش معناه؟ معناته مش خشان، اللحم نتاعهم قليل، كان اللحم يعني سبحان الله. شوف الصحابة إلى هذه الأمور والتفتوا. وكان شثن القدمين، أي أن قدميه كانت فيهما ضخامة، يطأ الأرض بقدميه جميعا، ليس له أخمص. الأخمص هو شتو كي نهار الواحد يروح يجوز واسمه يجوز الفحص الطبي تاع الأرمى تاع العسكر، يقولوا له أجلك بلا، يقولوا ما عندكش أخمص. الأخمص هو ارتفاع في باطن القدم عن الأرض قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي معناتها ما كانش عنده أخمص، وإنما كان باطن قدميه قريبا من الأرض. معناتها لو كان تشوفهم بعيد تقول بلي ما عندوش أخمص، تصور عنده صح شوية برك، ما كانش مرتفع جدا بحيث وراء. وكان صلى الله عليه وسلم إذن يطأ الأرض بقدميه جميعا ليس له أخمص. الآن اختموا بالصفات العامة وإن شاء الله نكون بوفيتكم بإذن الله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم. كي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم متوسط القامة، ليس بالطويل البائن، ما هوش طويل الله الله باين، وليس بالقصير، وإنما إذا كان مع طوال ما يبانش قصير، وإذا كان مع القصار ما يبانش طويل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. كما قال له يزيد الفارسي يعني لابن عباس، قال ورأيت رجل بين الرجلين. وكان صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة، وإذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب. إذا مشى تكفأ، مشيت النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان كان يمشي وكأنه يمين، كي يمشي إخوان عنده ميل، يمشي هكذا صلى الله عليه وسلم، واضح. كأنما ينحط من صبب معناه سريع، شغله هو يمشي بهباطية، ينحط من صبب شو شتون ما كيهبط بهباطية، مش كيما يمشي الماء هكذا، كي يمشي هكذا يدينه مستوي ماء ما خشفت إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون يمشي يا إخوان وشغله هو يمشي بهباطية، صار يمشي بهباطية ويمشي فيه أرض مسطحة بالصح، مشي في الله الله سريع. وإذا التفت، شوف الأدب العظيم اللي إحنا رانا مقصرين فيه، وإذا التفت التفت جميعا. ليه عيط له أي إنسان؟ أي إنسان يعيط له أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، يعيط له طفل صغير، يعيط له إنسان خادم، يعيط له أبسط الناس، يدور به قاع يدير مش هب. هذه عبكم فيها ما فيها، فيها ما فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد متواضع، يدور بكماله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وما رؤي أحد أسرع مشيا منه، كأن الأرض تطوى له سبحان الله. شغل هو وحده، شغل طاطيرونه سبحان الله، رأوا يأكل في بعضها غير النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وإن من معه لا يجهد أن يدركه، اليوم يمشوا معاه راهم يزربوا وراهم يجتهدوا باش يوصلوا، وهو راهو يمشي بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وإنه لغير مكترث، يعني هو ما هوش مقلق ولا تقولوا بلي يكلف في نفسه، مشيته الطبيعية هكذا، واللي معه راهو يجاهد في نفسه كيفاش يوصل. ولا شم ريح قط أو عرف قط، الريح هي العرف، العرف هي القط، قلنا واسمه الريح. قال سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، قيل عرفها يعني بين لهم صفاتها ترغيبا، وقيل عرفها طيبها. الريح ريح اللون لون الدم كما جاء في فضل الشهيد، والعرف عرف المسك يعني الرائحة رائحة المسك. إذن لا شم ريح قط ولا عرف قط ولا عنبر ولا مسك أطيب من ريحه وعرفه صلى الله عليه وسلم. ما كاش واحد يا إخوان شم من ريح زكية كما سيدكم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مقصدا أي ليس بجسيم ولا نحيف، حسن الجسم موسمي ومشرقي، مقصدا اللي هو الوسطية وعلى الله قصد السبيل. لم يرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام، وقد كان أشبه الناس بأبيه إبراهيم الخليل
صلى الله عليه وسلم، وقال من شبه البابا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان يحدث بالحديث، هذا صفة كلامه، لو عده العاد لا أحصى. كيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لي مكتوبني نزل النبي صلى الله عليه وسلم ما يهدرش هكذا، يهدر مسترسلا، بحيث أنه لو كانت حب تحسب عدد الكلمات بتاعه تحسبها شحال. فكان صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث لو عده العاد لا أحصى، لا يسرده سردا كما رأنا الآن، أني نسرد باش الوقت ما يدهمنيش، ولكنه يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، لأنه كان يبين عن الله، كان يبين عن الله سبحانه، وهذا يقتضي أن يكون على هذه الصفة التي وصفها صلى الله عليه وسلم. وكان في صوته صحل، الصحل هي البحة الخفيفة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه شوية هك شوية شوية حاجة خفيفة كما قال الشراح، بحة خفيفة، قال وهي جمال في الصوت. أنا يعني ذكر واحد المقرئ داروه في هذه المسابقة متاع الفرسان القرآن في الجزائر، اسمها أو إنتاج القرآن، فالشيخ واسمه الدكتور واسمه كمال، كمال واسمه يعني قدة، هم يقولوا السوافة قدة، طبعا أنا تلاقيت بالشيخ كمال في ملتقى وكذا، إيه وإنسان متواضع ما شاء الله، ورجل جامع القراءات ما شاء الله، فقال في المال الواحد المتسابق قال له عندك خامة تاع صوت، قال له والله تحسد عليه. هو كان هذاك المقرئ الله يبارك، هي كما شيخنا ربي يبارك فيه عنده لمسة، هذه اللمسة هذه واحد البحة عطاها له ربي، شوية مبحاح بصح دارت واحد الجمال في القراءة متاعه، واحد الجمال واحد الحنانة، يا سبحان الله، ربي يختار من شاء لقراءة وتلاوة كلامه العظيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كانت عنده هذا البحة الخفي. أحبابي في الله، في الحقيقة أنا يعني حاولت أن أقرب لكم صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونخلص في الأخير إلى أن الله سبحانه وتعالى كما كمله في علمه، وكمله أيضا في دينه، وكمله في أخلاقه، وكمله في عبادته، وكمله في عدة جوانب نحن نعرفها، أيضا كمله في خلقته، كمله ظاهرا وباطنا، كمله حسا ومعنى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فجمع الله له بين الجمالين، جمال الظاهر وجمال الباطن. ولهذا سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سنة، وهي هذا الدعاء، وليس خاصا بالمرآة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وباعد وجهي عن النار. فنسأل الله عز وجل العظيم الكريم أن يكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية مباركة في الدنيا، وأن يكرمنا أيضا برؤيته في جناته جنات النعيم مع أصحابه الكرام الطيبين الطاهرين يا رب العالمين. وأشكركم على صبركم، وأرجو أن يكتب الله لكم هذا في العربون، عربون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنكم صبرتم علي من أجل أن تسمعوا صفة نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية. أجدد شكري لشيخنا الشيخ بلال السويسي حفظه الله على تكرمه بأن أضيف على الوقت المتفق عليه وقتا آخر، أشكره شكرا جزيلا، وأرجو إذا كان من شيء فأنا هو المستهدف، إذا حبيتوا كما تقطعوا ولا لقر قطعوا فيا، أنا الشيخ راه بريء ونرني مسامحكم، إذا قلت فيا أي حاجة راني مسامح باش نخليكم في الراحة تاعكم، لأن ربما بعض الناس يعني ما ساعدوش باش نزيدوا يسمح لنا، بصح إذا حب كاش ما يبرد قلبه يتفضل، والله غيره مسامح مليار، وشو كاين حاجة برك غدوة يوم قيامة لو كان زعما هكذا كاش ما يحب يدير لي ولا نقولوا دقيقة نعيطوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قولوا يا رسول الله هذا وزعفان علي لاخاطرش كنت نوصف فيك وزدت شوية وقت، افريها معه افريها لي معه، وإن شاء الله على بالي بلي تفرح إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنه كما جمعنا الآن في هذه الساعة الطيبة مع هذه الوجوه الكريمة، نسأله أن يجمعنا غدا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأغتنم هذه الساعة بالذات لكي أدعو للشيخ أبي عبد السلام رحمة الله عليه الذي توفي اليوم وافتقدناه، الله أكبر يا إخوان، أنا كنت معه منذ أيام قليلة سبحان الله، كنت معه في إذاعة القرآن، وسبحان الله الرجل شاء الله عز وجل أن يميته، وإن شاء الله يكون مات موتة طيبة، ما تعب، ما كما قلت واحد الآخر قلت له هو بعث الفيزا خرجت له بسهولة، هو كان بعث الفيزا
خرجت له بسهولة وراح. كي ينزلوا كالفيزا باش تخرج له لازم يبعث في عليه شوى ويدير المحرمات وما باليش كذا. هذا الشيخ كان وجد قال كيف تريد أن تموت؟ نحسبه يعني كأنه أراد أن يموت هكذا إن شاء الله، يموت على خير وإن شاء الله نحسبه كذلك. الشيخ أبو عبد السلام له حق عليكم أنكم تدعوا له، مما إذا إن شاء الله ما تنساوش. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم منزله ووسع مدخله وسلو الماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير جزاء، اللهم تجاوز عنه، اللهم عامله بفضلك ولا تعامله بعدلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعله من أهل الجنة وتحرم وجهه عن النار وتلحقه بالرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم عوضنا فيه خيرا، اللهم عوضنا فيه خيرا، اللهم عوضنا فيه خيرا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا عن شيخنا الشيخ عبد الله بن دابا على الدرس المبارك المعروف، وأعتذر أيضا على الإطالة، وأسلمكم في جزاكم الله خيرا.